ازيكم عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. هنتكلم على توقعات الاسبوع الثاني لشهر اكتوبر لعام 2022. مواليد الاسبوع الثاني كل سنه وانتم طيبين، مواليد كل اصحاب برج الميزان كل سنه وانتم طيبين، كل سنه وانتم بخير وبسلام وبصحه وبعافيه وكل حاجه حلوه يا رب، وتبقى سنه سعيده علينا جدا. عندنا الاسبوع الثاني هيكون مهم كتير قوي، لان هيكون مليء بالايجابيه، برغم ان هيكون في يومين معاكسين بالنسبه لشخص الميزان جدا، الا ان في ظل المعاكسه دي الميزان قادر كتير على ان هو ينجح، وقادر كتير على ان هو يكون اقوى من اي معاكسه. طيب برج الميزان، خلينا كده نتكلم في البدايه على شكل الايام او طاقه الايام من حيث وجود القمر. ايه الايام المعاكسه في الاول؟ الايام المعاكسه دي هي يوم 9 ويوم 10 لسببين. اول سبب وجود القمر في برج الحمل، وده معاكس على الخريطه الفلكيه بالنسبه لشخص الميزان جدا، برغم ان احنا هنكون مدعومين كتير من الشمس ومدعومين من الزهره، لكن كمان يوم 9 ويوم 10 ما زال كوكب عطارد موجود ببرج العذراء اللي هو المنزل ال 12. هنا اقدر اقول لك ان في اليومين دول اللي هو يوم 9 ويوم 10 تحذر من اي شراكات ماليه، من اي شراكات مهنيه، من اي دخول في حاجه ليها علاقه ببيع، شراء، استثمار، امر قانوني، امر قضائي، امر يخص مسؤوليه، امور تخص اوراق رسميه، يعني انك تجري في حاجه متعلقه باوراق رسميه او التزامات رسميه. لازم اخلي بالي كويس قوي ان اليومين دول مش بتوع الحاجات دي، اليومين دول بالنسبه لك قضيهم كامور عاطفيه، امور عائليه الى اخره، برضو بدون التجنب في او بالتجنب عن الكلام المتعلق باوراق رسميات، امور قانونيه، قضائيه، ماليه، اذا كان في شراكات مهنيه ما بينك وما بين الاهل او امور عاطفيه. فاذا اخلي الحياه بالنسبه لنا خلال اليومين دول اللي هي العاديه البيتوتيه، لكن ان احنا نخرج بره الجو ده لا، هيبقى صعب وهيبقى معاكس لينا، وفي امور عدائيه ممكن ندخل في مشاكل، طقطق نفسها هتبقى صعبه، اللي هو هتبقى شخص جدلي بزياده، هتبقى خلقك ضيق، هيبقى بالنسبه لك ممكن تدخل في طاقه مشاكل مع الاخرين. اذا دول اليومين اللي هنكون حذرين منهم. طيب ايه اليومين الحلوين بالنسبه لنا اللطاف اللزاز؟ صراحه الامر احنا عندنا 3 ايام هيكونوا جيدين كتير، هو يوم 13، يوم 14، يوم 15. القمر هيكون موجود ببرج الجوزاء، ده بالنسبه لك المنزل التاسع. هيبقوا الايام دي حلوه ليه؟ برضو لسببين، ان القمر بالجوزاء اللي هو برج هوائي ومنزل تاسع، منزل حظ بالنسبه لك، وكمان الكوكب عطارد هيكون راح لك، يعني موجود عندك، لانه هيبقى اتنقل من برج العذراء لبرج الميزان لبرجك من يوم 11. فاذا هيكون عندنا العديد بقى من الخطوات المتميزة اللي انت تقدر ان انت تتخذ فيها مثلا خلال الايام دي، يعني ايام بالنسبة لك هتبقى حلوة قوي ان انت تنطلق فيها، تتقدم فيها لحاجة، تعمل، تعلن عن وظيفة، تعلن عن حاجة عايز تعمل، يعني من الاخر ايام بيقولوا لك احنا جايين نساعدك، ندي لك حظ اوفر واحسن. فاذا عندك ايام هتبقى مناسبه كتير لخطوات بدء، مناسبه كتير لان انت تبتدي بدايات ايا كان ايه، عاطفيه، مهنيه بالاخص، هيبقى عندك كتير امور جيده في تحقيق مكاسب بالنسبه لك، الوقت ده وقت حظ بالنسبه لك، يجب عليك استثمار الوقت ده جدا. يعني اذا الوقت ده وقت بالنسبه لك هيكون لطيف كتير، انت نفسك هتحس اللي هو انا جامد جدا، اللي هو انا قاعد كده، وتحس ان انت شامخ في نفسك قوي، فهتحس كتير بحالة انبساط، بحالة سعادة في الأيام دي يا برج الميزان. يكاد تسمع أخبار جيدة، يكاد يكون في وصول لحقوق، بتصل إلى حقوق، بتصل إلى انتصار جيد خلال الأيام دي. قلت لكم على الأيام الأفضل إيه والأيام الغير أفضل. طيب ما تيجوا نتكلم كده على الشأن المهني، عاطفي، مالي الأسبوع ده. احنا طبعا بنتكلم على الاسبوع من يوم 8 ليوم 15، الفترة اللي هي الايام دي. طيب بالنسبة للوضع المهني، كوكب عطارد زي ما قلت لكم هو لحد يوم 10 موجود بالمنزل ال 12 برج العذراء. هنا الايام دي بالنسبة لك معاكسة مهنيا او ضاغط عليك مهنيا، هيبقى في تقل، في مشاكل نوعا ما، اذا انت في مشاكل بسيطة فممكن تكبر، عشان كده عايزين ان احنا نتجنب او نقتصر المشاكل او الخلافات المهنية او التقل في الشأن المهني او تحمل نفسنا مسؤوليات، بالعكس جاري الدنيا في الوضع المهني الايام الاولانية من الاسبوع ده. من يوم 11
يختلف الوضع تماما، بيكون عندك ان انت قادر على انك تعمل مجهود مهني، قادر على انك تنجح مهنيا، قادر على انك تتميز في الشأن المهني، هيبقى عندك كتير اهتمام بشغلك وعندك وعي اكتر وعندك سرعة بديهة اكتر وعندك نجاح اكتر. من يوم 11 بتسمع أخبار حلوة في الشأن المهني، عندك انتصار، عندك إيجابية، أصدقاء العمل هيكون في كتير تواصل، في كتير دعم، في مصالحات بتتم، في انتصار حقيقي بتوصل له، أمور قانونية وقضائية بالنسبة لك بتكون لطيفة كتير، بتصل فيها إلى حلول وبتصل فيها إلى حقوق. بالنسبة لك الوضع المالي بقى في مكسب من الشأن المهني، الوضع المالي في مكسب من الشأن المهني جدا. هيكون عندك حاجة ليها علاقة بمكافأة أو جايزة أو شهادة تقدير أو تكريم موجود من الأمور المهنية في خلال الوقت ده. نسبته قد إيه؟ نسبته من يوم 11 ليوم 15 أقدر أقول لك إن هي نسبة ممكن نسبته ممكن تكون 70%. طيب أما بقى بالنسبة للأسبوع الثالث نسبته بتزيد على فكرة. طيب بالنسبة لبرج الميزان كشأن مالي فقط، لا احنا عندنا زي ما قلت لكم مكسب مالي من امور مهنية، لكن كمان الامور القانونية والقضائية فيها انتصار، فده طبعا هيسبب لك مكسب مالي. هيكون عندك حقوق مالية او الكلام على يعني في جدل على امور مالية او متعلقات مالية ليها علاقة بميراث او امر قانوني، بالنسبة لك هيكون في انتصار بتصل فيه الى حلول. هيكون عندك حالة من الزهد شوية، وهتحس كتير ان انت لما يبقى عندك حالة الزهد ان الفلوس تجيلك اكتر او المكسب جالك او انتصار في امر مالي جالك، يعني لما تبدأ ان انت تقول انا هتنازل عن ده او مش عايز ده او افكر في نفسي مش عارف ايه، تلاقي ان الحاجة اللي انت شلت دماغك منها متعلقة بامور مالية او ممتلكات ترجع لك تجيلك تنتصر فيها، فده اللي هيكون متواجد بالنسبة لك كتير خلال الاسبوع ده. طيب ده من حيث الامور المالية. من حيث بقى الوضع العاطفي لاصحاب برج الميزان، وقت كتير ايجابي، في عندنا حالة من الحب، حالة كتير من التناغم العاطفي، في كتير خطوبة، زواج، بدايات، كتير افراح متواجدة عند برج الميزان. اذا الناس اللي مش مرتبط او اصلا برج الميزان هيبقى على فكرة معجبينه كتير قوي، لان برج الميزان هيكون بيتألق اكثر، شكلا بيبقى افضل، بيبقى عندنا اهتمام بالنفس احلى. مهما كان اللي هو فكرة ان انت تكون اهتمامك بنفسك حتى مش بقدر عالي بس باين قوي، فما بالك درجة الاهتمام بتاعتك بتبرز جمالك اكتر، فاهمين يقصد ايه؟ فيعني كل فترة كده بيجي على برج معين بيبقى حلو بالزيادة، بيبقوا ملامح الجمال بالنسبة لهم موجودة فيهم بالزيادة، فهتلاقي نفسك كده جدا. فبرج الميزان هيكون عندكم كتير من المعجبين، هيكون عندكم كتير اهتمام بالنفس، اهتمام بنظام اكل، نظام حياة، روتين حياة، عندكم الاهتمام بالنفس جدا، لدرجة ان زي ما قلت لكم هيجي لكم حالة الزهد من الشأن المالي فيجي لكم مال. فده بالنسبة يعني لو بتطنش الامور المالية، لا عادي مش عارف، مع ان عندك مصروفات كتير على فكرة، يعني خلال الاسبوع ده عندك مصروفات كتير، بس عندك حالة زهد اللي هو انت ليك حق عند حد، مش بتطنش بس اللي هو بتصبر، بتتناسى اللي هو عادي انا احسن من ده كله، فيبقى عندك ده. فبرج الميزان الوضع العاطفي انت عندك كتير من الاهتمام من الاخرين بيك جدا، هيكون في كتير بدايات عاطفية منكم اللي بيدخل في مرحلة خطوبة او مرحلة زواج او مرحلة مواليد، في مرحلة جديدة بتدخل في حياة برج الميزان جدا جدا. المرحلة الجديدة دي قد ايه بتكون ايجابية، بتساوي كتير لطف عليك، بتحس كتير بحالة سعادة، الشأن العاطفي، في عندنا حالة من المشاعر الحلوة قوي قوي اللي بنعيشها، بنخرج من حالة الغيرة او الشك نوعا ما الى حالة انتصار، الى حالة هدوء، الى حالة ايجابية. بالنسبة لك عندك كتير من الرجوع، يعني في نسبة رجوع في الشأن العاطفي جدا جدا. فاذا برج الميزان يتجمل وجميل وشكله حلو كتير، وهيكون عنده معجبين، وعندنا خطوبة، زواج، مواليد، بدايات، رجوع في الوضع العاطفي، ما اجمله، ما اجمله حقيقي، لدرجه ان برج الميزان محسود كتير على الامور العاطفيه، ومحسود كتير على مظهره، محسود كتير على طريقته، لانه هيمتلك سرعه بديهه حلوه قوي قوي، هيبقى عنده وعي كتير اقوى كتير، هيبقى باصص لك ان انت كانك في بقك معلقه ذهب، مع ان انت مش في بقك معلقه ذهب، بس هيكون كتير شايف ده، يعني شايف اللي هو انت احسن منه، انت افضل منه، انت انجح منه، في ده كتير، يعني في اشخاص كتير شايفين ان انت محظوظ بالزيادة. فبرج الميزان هيبقى عندك حسد رهيب،
حسد رهيب خلال الأسبوع الثاني بالأخص، من يوم 11 بالأخص يزداد الحسد، يعني الكره يتحول لحسد عنيف جدا. عندك أشخاص كارهينك بيتحول الكره بالنسبة لهم لحسد عنيف جدا، لازم ناخد بالنا كويس قوي. الوضع الصحي بالنسبة لك هيبقى أفضل، هيبقى أحسن، هيبقى عندك اهتمام بالشأن الصحي أكتر، في عندك خروج من أزمة صحية أو بداية استشفاء من أمر صحي. برج الميزان، الأمور المتعلقة بالشأن العائلي، عندك خلافات عائلية، وأقدر أقول لك إن أنت شخص على قد ما عندك جزء كبير بيحبك في التعاملات العائلية والاجتماعية، لكن عندك برضو جزء آخر هو كارهك وحاسدك جدا، وشايف إن أنت واخد أكتر من حقك، أو اللي هو باصص لك في نعمتك قوي، باصص لك في امورك الحياتيه جدا. فخلي بالكم، وخلي بالكم من اشخاص انتوا على خلاف معاهم، ان هم يبقوا عايزين يصلحوا معاكم علاقات، ولكن هيكون تصليح صوري، يعني تصليح كده بيصلحوا علاقات لاجل ان هم يصلوا الى حاجه معينه او هدف معين. احذروا جدا اي شخص وصل معاك على خلاف، ارجو منكم ان انتوا ما ترجعوش تصفوا نهائي، ولا ترجعوا من اساسه، ولا تفتحوا باب امام هذه الاشخاص. برج الميزان ده توقعات الاسبوع الثاني مع بعض النصائح اللي ليها علاقه بالاسبوع الثاني. بشكركم كتير، بتمنى جدا اني اكون فدتكم، بتمنى لكم اسبوع سعيد ان شاء الله. ما تنسوش اللايك والشير والاشتراك في القناه، تفعيل الجرس. سلام.